أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأدوار الحيوية التي تقوم بها أجهزة الجمارك في رفض اقتصادات العالم وتعزيز التنمية الاقتصادية. ونوه سموه بجهود الكوادر الوطنية العاملة في جمارك مملكة البحرين والتي تضع دوما مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيها حين أداء عملها، وهو ما عزز وصولها لمستويات متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية ورسخ مكانتها على المستوى الدولي. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية وأعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، حيث رحب سموه بأعضاء اللجنة بمناسبة زيارتهم إلى مملكة البحرين، منوها بمخرجات اجتماع اللجنة الذي عقد لأول مرة في المملكة، مشيدا بجهود المنظمة برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة ومتمنيا لها مزيدا من التوفيق. من جانبهم أعرب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة وأعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز العمل الجمركي، معربين عن تمنياتهم لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار. نيابة عن صاحب